شوف المباراة ازاي؟ الحمد لله. طبعا في البداية طبعا بمسي على الكابتن اسلام وعلى كل ضيوفه الكرام. الحمد لله 3 نقاط. احنا انت عارف الهدف الاول بتاعنا زي ما بقول لك في كل مباراة هو الـ3 نقاط. يمكن احنا النهاردة بدأنا المباراة بشكل قوي جدا، دخلنا في المباراة بسرعة عكس المباراة بتاعت سموحة، الفوز اتأخر، لكن النهاردة الحمد لله قدرنا ان احنا نرز هدف بدري، اضعنا فرص كتيرة برضه، لاحت لام بي فرص ما قدرش يستثمرها، لكن الحمد لله ان احنا قدرنا من الهدف الثاني، يمكن الهدف الاطمئنان او قتل المباراه جه متاخر، لكن في النهايه 2-0 بتبقى شكلها كويس احسن من 1-0. طبعا في النهايه الهدف من المباراه اتحقق، يمكن احنا لعبنا بكثافه هجوميه، امتلكنا زمام الامور، يمكن استحواذ معظم الهجمات بتاعتنا موجوده في على مرمى امبي. ان شاء الله التغييرات بتاعتنا دايما هجوميه، يمكن النهارده مستر لاسارتي غير، اذا كان مروان اخر تغييره، وليد سليمان، جيرالدو، 3 تغييرات كلهم بشكل هجومي على اساس ان يخلي فرقه امبي رد فعل لينا. فانا بقول ان احنا الاجمالي بتاع المباراه بالنسبه لنا احنا احسن، وفي نفس الوقت كمان قدرنا نطلع بنتيجه المباراه، خطوه بتضاف للخطوات السابقه، 3 نقاط بيضافوا في الرصيد بتاعنا، ونقلب برضو المباراه عشان نفكر ان شاء الله في مباراه 22، مباراه مهمه جدا مع نادي الاسماعيلي، ان شاء الله يعني نكون موفقين فيها ان شاء الله. مع نهايه الدوري وخلاص مباراه الاسماعيلي، المقاولين، مباراه الزمالك، بتبقى حسابات خاصه ويمكن كمان استعدادات خاصه وتعليمات خاصه للعيبه، ابرز التعليمات اللي بيقولها الجهاز الفني وبالتحديد كمان كابتن يوسف انت مع اللعيبه بتقول لهم. متفق معاك طبعا، كلامك مظبوط تماما، ويمكن ال 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 المباريات دي من 8 مباريات قبل كده، لما قلنا ان قدامنا 8 مباريات وكان كل مباراه لا تتحمل يعني فقدان النقاط، فمباراه الاسماعيلي مباراه مهمه جدا. هنبدا نشتغل على فريق الاسماعيلي، نبدا ندرسه ونبدا كمان نشوف الغيابات اللي عندنا ونشوف ايضا في اصابات ولا حاجه او اجهادات، لكن مهم جدا ان شاء الله بعد اليوم الراحه ان احنا نبدا نفكر في مباراه الاسماعيلي. النهارده احنا عملنا مباراه جيم كويس جدا، في لعيبه ادت بشكل كويس جدا، مروان بيسجل بعد فتره غياب، يمكن بقاله فتره ما سجلش، سجل حسين الشحات، سجل النهارده، دي من الايجابيات، وليد سليمان بياخد اكتر، يعني عندك ايجابيات كتير، انا مش عايز انسى حد عشان معايا، لكن انا بقول ان الخطوه دي خلاص حطها ورا ظهرنا ونفكر في اللي جاي ان شاء الله. شكرا حبيبي، ربنا يخليك. مستمرين معاك يا كابتن اسلام ومع كل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي، ينضم لي كمان الكابتن سامي قمصان مدرب فريق